هل تتسبب جمهورية الجبل الأسود في حرب عالمية ثالثة؟ جمهورية الجبل الأسود ما كانش كتير يسمعوا عنها، جمهورية صغيرة في منطقة البلقان. كان في دولة اسمها يوغوسلافيا اللي كان زعيمها جوزيف تيتو صديق الرئيس عبد الناصر، واللي كان لهم دور كبير جدا في حركة عدم الانحياز. يوغوسلافيا اتفككت، بقت مجموعة دول، بقت صربيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا اللي كانت في كأس العالم، كوسوفو، وكذلك الجبل الأسود. كل دي كانت أجزاء من جمهورية يوغوسلافيا. الجبل الأسود لما انهار الاتحاد اليوغوسلافي عملوا اتحاد مع صربيا، ثم استقلوا 2006 واشتغلوا كويس جدا على نفسهم ان هم يبقوا افضل، فانضموا للنيتو 2017، وبيشتغلوا ان هم ينضموا للاتحاد الاوروبي 2025. عندهم رئيس ليه خبرة اقتصادية كبيرة جدا من كبار خبراء الاقتصاد في منطقة البلقان، وهو اللي هو ديوكانوفيتش بيشتغل على ان هو يدخل الاتحاد الاوروبي بعد ما نجح في دخول حلف الناتو. لغايه دلوقتي الدنيا لطيفه جدا. جمهوريه صغيره عدد سكانها اقل من عدد سكان مدينه المنصوره في محافظه الدقهليه. عدد السكان اقل من 1,000,000 نسمه، 700,000 نسمه تقريبا. والمساحه 13,000 كيلومتر مربع. إلا إن موقع هذه الجمهورية موقع جميل جدا، تطل على البحر الأدرياتيكي، وقدامها مباشرة يعني أدي الساحل قدامها على طول، لو حد عام الناحية التانية هيلاقي السواحل الإيطالية. على الخريطة بشكل تقريبي عشان نعرف أين جمهورية الجبل الأسود. الجبل الأسود هنلاقي إن في منطقة البلقان، هنلاقي هنا الجبل الأسود، دي الجمهورية، ده هنا البحر الأدرياتيكي. المسافة هنا بقى قدامهم إيطاليا، يعني شوف بتطل على طول وبالهم الناحية التانية في البحر الأدرياتيكي إيطاليا. بنلاقي هنا في الجبل الأسود المسافة دي بقى، ده الكورنيش، يعني ده الشاطئ الشهير جدا للجبل الأسود، لأن حاليا في سياحة كبيرة جدا في الجبل الأسود. المسافة دي 200 كيلو، يبقى 200 كيلو اللي هو طول هذه الشواطئ لجمهورية الجبل الأسود. علشان كده في سياحة كبيرة جدا موجودة طوال هذا المكان، وفي منتجع سياحي كبير هو أشهر منتجع سياحي في جهة الجبل الأسود، ملك عائلة ساويرس المصرية. هنا بنلاقي البوسنة والهرسك شمالا كده، بنلاقي صربيا في هذا الاتجاه. يبقى إذا دي جمهورية الجبل الأسود على بحر أدرياتيكي، قدامهم إيطاليا. ال 200 كيلو دول هم طبعا اللي عاملين جو جميل جدا للسياح، بإضافة إن المناطق الجبلية والمناطق اللي هي الزراعية كلها جميلة جدا في هذا البلد الصغير. إلا إنه الجبل الأسود بدأ يعاني مشاكل أمنية. في خط الكوكايين بيجي من أمريكا الجنوبية، يحاولوا ينزلوا الجبل الأسود من هناك إلى البلقان ثم إلى أوروبا. عصابات الجريمة المنظمة اللي هي المافيا بقت موجودة بقوة. محطة ديتش فيلا بتقول إنه ده ممكن يعرقل دخول جمهورية الجبل الأسود في الاتحاد الأوروبي. لابد إن هم يقضوا على المافيا اللي كل شوية تلاقي خناقات في شوارع عاصمة الجبل الأسود نتيجة صراع العصابات بتصارف المخدرات اللي موجودة في البلاد في السنوات الأخيرة. الرئيس هناك بيحاول إن هو يقضي على هذا الأمر وينجح كما نجح في الاستقلال ثم في دخول الناتو، إن هو يدخل الاتحاد الأوروبي. يبقى بقى موضوع ترامب. إيه اللي خلى الرئيس ترامب يتكلم عن جمهورية الجبل الأسود وإن الجمهورية ديت ممكن تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة؟ محدش فاهم. هو الموضوع انه في مذيع بيكلم في حوار مع الرئيس ترامب، فبيقول له احنا ليه بندفع كتير من اجل اعضاء الناتو، واخر دولة انضمت دولة الجبل الاسود رقم 29 في الناتو، احنا ليه ندفع لهؤلاء؟ وبعدين قال له انا ليه ابني يروح يحارب
من أجل جمهورية الجبل الأسود إذا تم الاعتداء عليها، أنا داخل إيه وداخل عائلة إيه بالموضوع؟ فرئيس ترامب قال له عندك حق، أنا فكر في الكلام ده من زمان. وبعدين فجأة جا صايد في جمهورية الجبل الأسود وجا قايل إن فيها سكان أو شعب الجبل الأسود شعب عدواني، لكن إذا هو استمر في كده هنيئا له الحرب العالمية الثالثة. الكل دلوقتي مش فاهم ماذا قال رئيس ترامب، ليه هذا الشعب عدواني؟ ده هو كله قد كده 600-700 ألف نسمة، وقت حرب البوسنة كانوا في لاجئين من البوسنة بيروحوا الجبل الأسود ومن كرواتيا يروحوا الجبل الأسود. حتى لما الرئيس ترامب زق رئيس وزراء البلاد أثناء قمة النيتو قال عادي جدا، وهو رئيس أمريكا لازم يكون موجود في المقدمة، يعني بلد مسالم جدا، ليه وصف الشعب اللي هو صغير جدا في بلد صغير جدا إن شعب عدواني؟ طيب عدواني إيه بقى؟ إن هم لو عملوا حاجة هنيئا لهم الحرب العالمية الثالثة، رغم إن الناس دول انضموا للنيتو بقوا حلفاء لأمريكا والرئيس ترامب، ورغم إن روسيا معترضة وروسيا قالت هنرد، والخارجية الروسية قالت كما في قوانين علم الفيزياء لكل فعل رد فعل، وانضمام الجبل الأسود للنيتو ده يؤدي إلى رد فعل. لم يفهم أحد لماذا قال الرئيس ترامب هذا الكلام، لكن العالم كله أعاد نشر ما قاله الرئيس ترامب إن جمهورية الجبل الأسود فيها شعب عدواني، وإذا تجاوزوا هنيئا لهم الحرب العالمية الثالثة.